والحديث أكثر عن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي عباس العرداوي. مرحبا بك معنا. يعني بداية، اعتذار علاوي فتح ملفات وحتى علامات استفهام كبيرة حول مدى تحكم الأحزاب المتنفذة بالمشهد السياسي. ما هي قراءتك للمرحلة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي الكريمة ولا مشاهديكم الكرام. طبعا بالتأكيد السيد علاوي في فشل تأليف حكومته كشف عورة القوى السياسية باتجاه عدم خروجها من دائرة المحاصصة، وحديثها السابق الذي كانت تصدح به الروس عن ذهابها باتجاه استرضاء الشارع العراقي وأنها ستكون جزء من معادلة الخروج من المحاصصة، وكل كان يتحدث أنه سيكون أول المخلين لسبيل رئيس الحكومة، لكن على مدى 30 يوما فشل السيد المكلف في أن يسترضي هذه القوة، وبالتالي انعكس على العدد الكافي والمستمر داخل قبة البرلمان. كذلك الوعود التي أطلقت باعتبار أنه كانت لديه وعود من بعض القوى السياسية أن حكومته ستمرر مهما كانت هناك تقاطعات. للأسف القوى السنية والقوى الكردية ما أخفت هذا الموضوع وتحدثت بشكل علني، وهذا يحرج يعني ممثلينهم باعتبار أنه اليوم الخروج بهذه الدائرة هو مو خروج حقيقي عن ممثلية تلك القوى. بالتأكيد اليوم السيد الحلبوسي ما خرج به من ضغط على السيد المكلف هو لا يمثل كل القوى السنية، لكن انعكس أمام هكذا تقاطعات. هذا أطار صورة سلبية حول نضج العملية السياسية وحول نضج الإدارات، وممكن إجابة على سؤالكم حتى في مقدمات الحكومات القادمة يعني الذي سيأتي، هل سيأتي بأكثر تنازلا؟ هذا مشكلة حقيقة باعتبار أنه ما خرجنا من هذه الدائرة. طيب، أو أنه سيكون أكثر قوة بأي وجه يمرر حكومته. دستوريا وقانونيا الكرة الآن بملعب رئيس الجمهورية، والمرحلة الآن تشهد تحديات كبيرة. برأيك أنه الآن السيد برهم صالح قادر على اختيار شخصية بغير تدخل الأحزاب والكتل؟ قطعا بعد هذه التجربة لا يمكن لأي طرف أن يكون لاعب منفرد. هذه نقطة يجب أن نلتفت إليها. كل من حاول أن يذهب باتجاه أن يكون لاعب منفرد في أي مسار يجد أن هنالك ثلث معطل له. إذا فرض رئيس الجمهورية هنالك في البرلمان من يعرقل، إذا فرض رئيس البرلمان هنالك في التكليف من يمتنع. هذا شو يعطينا؟ يعطينا رسالة أنه القوى السياسية لا زالت تدور في فلك محاصصته ولا زالت بطونها لم تمتلئ من الوزارات، وبالتالي نحن مضطرون أمام هذه المعادلة. أعتقد المعادلة صعبة جدا، وحتى في مسار التكليف لأي شخصية كانت هنالك يعني رسالة سلبية، وأصلا وصلت في رسالة السيد العلاوي حينما أنهى موضوع التكليف قال أنه ما استطاع أن يفترض الكتل وما استطاع أن يخرج، وهذه مشكلة حقيقة. اليوم الذي يتحدث عن خروجه في دائرة الوطن وخروجه إلى استحقاقات العراق كبلد يمر بمنعطفات مهمة على المستوى الأممي وعلى المستوى المجتمعي، سيدتي هنالك ضواغط سياسية جدا كبيرة في المنطقة، هنالك بلاء في المنطقة، حروب. طيب، هناك حديث عن إعادة تكليف السيد عادل عبد المهدي، يعني ما مدى نسبة هذا الموضوع؟ هذا منذ يوم امس بدا عادة هذا الموضوع. بعض القوى السياسيه تعرفون سيدتي انه عدد كبير من القوى السياسيه ترغب في تمرير شخصيات قد تكون متوافقه معها لحد هذه اللحظه، واحده من الطروح المطروحه، واخرى مطروحه موضوع الاكمال الثلاثي الذي بدا الحديث عنه مقدما اللي هو سعد العيداني والسيد الكاظمي، لكن يبقى المدار لا يمكن التكهن به. أنا أعتقد يعني اليوم أصبح من الصعب جدا على كل مراقب أن يتكهن بما تريد القوى السياسية، لأن حتى خياراتها بدأت تضغط باتجاه عدم تمريرها، باعتبار أنه كل ما زاد الموضوع ضغطا سياسيا أو كلما ازدادت حدة وبدأ الوقت بالنفاذ كلما ازدادت الأطماع بالرغبة في أن تتكرس وفي أن تزداد نسبة الاستثمار لهذه الأحداث، وهذا شيء مؤلم حقيقة كمتابعين. المحلل السياسي عباس العرداوي، شكرا لكم معنا.